والله اكثر شيء عجبني الجامع الاموي وقلعة حلب والنواعير، هذول شغلات عن كثير كويسين بسوريا. المعرض هو لفن الميناتور، فن المصغرات. اليوم مثل ما بنعرف انه بشمال غرب سوريا صار في سوريا صغيرة، يعني الناس كلها اجت من كل المحافظات اجتمعت هون، فاليوم كان فرصة لنا انه نخلي الناس ترجع تتذكر اهم المعالم اللي موجودة ببلدها او من المدن والقرى اللي هي طلعت منها، وترجع تعرف الناس اللي موجودين هون ايضا بنفس هذا المجتمع على هي المعالم. المعرض بيتضمن مجسمات ترمز الى المحافظات السوريه لابقاء ذاكره الاهالي متصله بمدنهم التي تم تهجيرهم منها من قبل نظام الاسد. المعرض يتضمن ايضا مجسمات ترمز الى الاحقاب التاريخيه المختلفه حول العالم. ارض سوريا كلها تجمعت بمدينه اعزاز، بهي المجسمات رجعتنا كلياتنا انه نحن بسوريا المصغره، وعنا امل انه نرجع لسوريا ونحررها.